التراكم المعرفي والعملي بطبيعه الحال اللي شاهدناه من خلال العروض المقدمه الا واحد الشيء يثلج الصدر في البدايه. وهذه المساله هذه ليست هو اللي دات اليوم، على اعتبار ان بطبيعه الحال اول قسم للادماج كان بالمغرب يعود الى سنه 1994. بطبيعه الحال اذا كانت شي معلومه اخرى تقدروا تصحوا لي في هذه المساله هذه. اذا هذا الزخم هذا بطبيعه الحال نثمنه، بطبيعه الحال يجب الحرص على بطبيعه الحال تجويده واغنائه وتثمينه. النقطه الاخرى التي اود الاشاره اليها وهو المساله ديال التربيه الدامجه. اذا هذا بطبيعه الحال واحد الافق الذي نود جميعا الوصول اليه. اذا المساله الاساسيه هو مساله توحيد الخطاب، على اعتبار ان المصطلح هو مصطلح نقولوا ليس بالجديد وليس بالقديم، على اعتبار ارتباطه مثلا في بعض التمثلات او التصورات البيداغوجيه للادماج، اقسام الادماج، مع العلم ان هناك بون شاسع ما بين التربيه الدامجه واقسام الادماج او مؤسسات الادماج. اذا ما نطمح اليه هو الاقسام الدامجه، المؤسسات الدامجه، وليس اقسام الادماج او مؤسسات الادماج، لان مؤسسات الادماج والاقسام الدامجه الحمد لله وصلنا اليها بنسب نقدر نقولوا انها كتوصلنا 100% او كتجاوز لنا واحد النسبه كبيره، ولكن ما نطمح اليه هو هذه التربيه الدامجه. اذا لابد من مساله توحيد الخطاب حتى نزيل ذلك اللبس في مساله المصطلحات. المساله الثانيه هو لابد ما دمنا اننا مقبلون على مرحله التكوينات بالنسبه للساده الاطر الاساسيه اللي بطبيعه الحال يلقى على كاهلهم مسؤوليه تفعيل وتنزيل هذه الاشياء، ان نحدد لهم بطبيعه الحال ان هناك فرق ما بين التقويم التشخيصي الذي يقوم به الساده الاطباء وما بين التقويم البيداغوجي والذي يقوم به الساده الاساتذه. اذا هذه المساله هذه لابد من الاشاره اليها حتى نزيل ذلك اللبس، لان بطبيعه الحال اي مقاربه جديده الا وتثير مجموعه من الشكوك. المساله الاخرى والتي اود الاشاره اليها هو مساله الحموله الدستوريه لدستور سنه 2011 والتي جاءت غزيره، ويكفي ان اتحدث عن نقطه اساسيه هنا وهي المساله مناهضة كافة أشكال التمييز. إذا هنا المناهضة هي كافة أشكال التمييز، يمكن القول أنه يمكن لنا أن يمكن لها بطبيعة الحال أن تشمل كافة نقولوا مثلا مظاهر أو النقائص أو الثغرات أو مظاهر التمييز ما بين مختلف الأطفال. المسألة الأساسية هنا كذلك هو أن هذه المسألة ديال التمييز أنها وردت على مستوى الدباجة، واللي بطبيعة الحال جاء الدستور سنة 2011 ليؤكد أنها جزء لا يتجزأ من الدستور، وبعدنا كذلك من السجل القانوني حول مدى دستورية هذه المسألة. المسألة الأخيرة التي أود الإشارة إليها هو لابد من إقحام وإشراك فاعلين آخرين في المسألة. المسألة ديال صندوق التكافل العائلي، على اعتبار أن مدونة الأسرة هي مدونة، قلنا احنا مدونة للأسرة، ولكن إذا قمنا بتحليل 400 فصل نجد بان اكثر من 70 فصلا يشير الى حقوق الطفل، ونمشيو اكثر من ذلك، الماده 54 والتي تعد اطول ماده في مدونه الاسره تشير اشاره واضحه الى ضروره تحمل الاباء مسؤوليه تهيئ الظروف بطبيعه الحال المناسبه لتعليم ابنائهم وفق قدراتهم الفكريه والبدنيه.